اهدوا ثواني يا جدعان، اهدوا كلكم، اهدوا ثواني بس. عاوز اقول لكم على حاجه قبل ما يفتحوا الشنطتين ولا يحطوا اي حاجه يا جدعان. الولد اللي في بطنك ده يا هنسموه مختار. مش وقت يا عيني، مش وقت يا جدعان. الله يرحمك يا جدعان. يا جماعة الراجل لسه ميت. اهدى يا جدعان، الله يرحمك يا حبايب. افتح الشنطتين يلا، افتح البطوم وشوف الموضوع. طب خليكم انا هنزل. انتوا مستعجلين ليه؟ لا محمود جودي هو اللي هينزل. يلا يا محمود انزل انت يلا. هو كده يلا انا اللي هنزل. يلا يا محمود. يلا يا محمود. يلا يا محمود. وحشتنا يا حمايا. مش مدخول هنا خالص. قولي لجوزك يلا. قولي كده يا هادي. انا اول ما اخد نصيبنا ان شاء الله هروح اشتري الشقة واوضبها وابيعها. قولي يا جدعان. ماشي. ده فعلا في شنطتين. ايوه ده فعلا في شنطتين. يا جماعة يا جدعان. يا جماعة انت واخدك معايا الامانة. لا 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 سيب يا عم، سيب بس. تعالي يا غالي، الله يرحمك يا مخيبات. الله يرحمك. يلا احنا عايزين نفتح شنطتين نشوف جواها ايه. افتح يا استاذ احمد، حضرتك مش راضي تفتحهم. يا جماعه حاضر، واحده واحده. الموضوع صعب وانا مش مستوعبه لحد دلوقتي. انا عايزه بس ثواني ثواني يا جدعان. ايه محمود؟ قبل ما الشنطه دي تتفتح لو انفتح على الراجل اللي لسه ميت. الله يرحمك يا حمايا. الله يرحمك يا ابويا. الفتحة يا جدعان. الله يرحمك يا مختار باشا. كان اطيب واحد، كان راجل طيب. الله يرحمك يا مختار. يا والنبي والنبي اقول حاجة شوية. ايه يا محمود يا حبيبي؟ دوت دماغه جامدة قوي والله وكتر خيره. الراجل ده ساب لنا 20 مليون جنيه، عارفين يعني ايه؟ ايوه 20 مليون جنيه. ايوه انا خلاص هشتغل زيه. انا هبقى تاجر مخدرات من بكره، من النهارده هبقى تاجر مخدرات. ودي ليه؟ ليه؟ عارفين؟ ايه؟ ليه واحد صاحبي كان معهوش في جيبه غير 200 جنيه. 200 جنيه بس. ايوه تمام. عمل ايه بقى؟ ال 200 جنيه دول اشترى بيهم نوع من انواع المخدرات. اشترى بيهم ايه؟ نوع من انواع المخدرات. هيبيعهم بكام؟ بكام؟ ب 400 جنيه. انت بتتكلم بجد؟ عارفين دلوقتي محدش يعرف يكلمه. ليه؟ هو ليه امن وحراسه وبياخد ببلاش وعلى ايه؟ لا بقى في السجن محبوس. بس حمايا جدع وبيفهم وبيلعبها صح. هو معرفش يلعبها صح. انا من فوقها هشتغل المخدرات وابقى تاجر كبير قوي. هتستنى شويه. انا نسيبنا كام؟ 5 مليون كل واحد. أيوه. 5 مليون. ها 5 مليون. ايه هيبقوا كام؟ الصبح لو اتباعوا هيبقوا 10، وال10 يبقوا 20. في خلال سنه ولا حاجه يبقى ما حدش يعرف يشوفني، ابقى راجل مليار دولار. تبقى شبه صاحبك. لا ابقى غني قوي. اهدى يا حبيبي بس عايزين نشوف الشنطه فيها ايه. افتح افتح. ايه ده؟ ايوه ايوه ايوه. الله يبارك لك. بجد؟ اه ايوه حماية. بابا ايوه العز جاي جاي جاي. يلا العز جاي العز جاي حماية. ايوه هو ده الكلام مظبوط. ثواني ثواني. اه ده من اجود الانواع. انت ايش عرفك يا محمود؟ ريحته باينه من اجود الانواع. الله يبارك لك يا حماية. الله يبارك يا جماعه. ما تضحكش عليه يا جماعه. ايه يا جماعه؟ احنا دلوقتي هنتصرف في الحاجات دي ازاي؟ واحنا دلوقتي قدامنا مشكله كبيره يا جماعه. ايه هي الحاجات دي؟ هنعمل فيها ايه وهنتصرف؟ ثواني. المشتري جاهز وعلى ايدي يخلص. انا عندي اللي يخلص. ايه ده؟ هو في ناس ممكن تشتري الحاجات دي؟ ايوه انا عندي اللي يخلص. هتقسمهم ازاي؟ وانا هشوف مشتري برضه. طب بص اقول لكم على حاجه. اتفضل. احنا هنبيعهم كلهم مع بعض عشان ثمنهم ما يقلش. يعني انت ما ينفعش تاخد نصيبك وانا ما ينفعش اخد نصيبك. كنت هوزع كل واحد نصيبه كده. ابويا كتب في الوصيه ان هم تكلفتهم كلهم 20 مليون جنيه. يبقى نبيعهم ب 20 مليون جنيه. انا بحسب هنوزعه كده. اسمع مني يا محمود، نبيعهم كلهم بالجمله احسن. طب عبي 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 والنبي يا جدعان بالجمله. عبي ماشي.
يلا عشان يكسبوا اكتر. عبوا يا جدعان انا عايز اقول لكم على حاجه. اتفضل. انا ممكن برضه ادور على مشتري. انا كمان دور اللي يعرف يجيب مشتري يجيب. تمام. اللي يعرف يجيب مشتري. لا محمود جوزي. لا انا هجيب مشتري. يعرف يخلص يخلص. ماشي. اهم حاجه انا هجيب مشتري. هاخد الشنطه دي اخليها معايا. لا يا ماما. لا يا ماما. انا عايز اقول لكم على حاجه. انتوا هتبيعوا الحاجات دي وهتدخلوا بيوت بفلوس حرام؟ هتعملوا كده؟ انتوا هتعملوا كده؟ هتعملي كده يا ندى؟ هتعملي كده يا آية؟ هتعملي كده يا فرنسا؟ ايوه هعمل كده. اذا كان مختار باشا بنفسه كان عايز يعمل لكم مستقبلكم بس انا مش عايزه فلوس. انا مش هصرف على بنتي فلوس حرام ومش هدخل بيتي فلوس حرام. حرام عليكم. حرام عليكم. انتوا بتعملوا ايه؟ حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه ده. يعني انتوا لما تبيعوا الحاجات دي وواحد من اللي يشتريه ولا واحد بس يشم وشمه واحده ويموت، انتوا فاكركم ان انتوا هتحاسبوا على الكلام ده؟ هتحاسبوا. انتوا هتحاسبوا. حرام عليكم. حرام عليكم. انتوا بتعملوا ايه؟ فلوس ايه اللي انتوا عايزينها دي؟ فلوس كلها حرام. هتاكلوا من حرام وهتعيشوا حياتكم كلها من حرام. حرام عليكم. انت اول واحده عايزه الفلوس يا فندم. انا مش عايزاهم. ما تفكريش يعني 5 مليون انا هاخدهم. لا مش عايزاهم. فلوس حرام مش هاخدها. ده انت بتقولي كده بس. طب ما انا شوف يا سلمى. انا شويه على نفسك يا حبيبتي. يا سلمى المخدرات دي بتاعت ابوك يا سلمى. انا مش عايزاها. انا اصلا مصدومه. ابويا قام يعمل كده يا حبيبتي. يا حبيبتي ابويا تعبان جاب المخدرات دي تعب فيها. يعني فلوس حلال. حلال ايه؟ انت مقتنعه باللي انت بتقوليه ده؟ ايوه يا حبيبتي. سلمى دول 20 مليون جنيه. طول عمرك يا يا سلمى. 20 مليون جنيه يا سلمى. 20 مليون. انا مش عايزه حاجه. فلوس حرام. هات الشنطه دي يا جماعه. لا هات كده الشنطه دي. ثواني 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 يا رب سيبي الشنطه. انا عايز اقول لكم على حاجه. اللي هيتمسك بالشنطه ديت ولا الشنطه ديت فيها 25 سنة سجن ممكن توصل للإعدام. لا خد. أنا مش عاوزاها. آه. مش عاوزاها. شرطة حياتي. ماشي خلاص. أنا هخلي الشنطة دي عندي. الشرطة معايا. أنا هخلي الشنطة معايا. خلاص إحنا موافقين عادي. مش مهم. الشرطة معايا. أهم حاجة. لحد ما نشوف مشتري. خلاص. لحد ما نخلصه. عشان ناخدوا نصيبنا بس. ما تقلقوش. يلا بينا يا محمود نشيلها معانا. خلي بالك. يلا يا محمود. الولا يتصابوا بالراحة عشان مختار. مختار الصغير يا محمود. يا الله يرحمك يا حماية. كان طيب. كان طيب والله. الله يرحمك يا بابا. الله يرحمك يا حبيبي. الله يرحمك. فين؟ 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 ادخل. انا بقول لك على حاجه. ايه؟ ها؟ ايه ما انا اعرف حد يشيل الحاجات ديت دلوقتي. هنشيلهم هنا ونخبيهم. ها؟ في مكان ما حدش يعرفه. مكان ما حدش يعرفه. ها؟ وراح اوصلهم تماما. ماشي. عاوز اقول لك على حاجه. ايه؟ اوعي تفتح الباب لاي حد خالص. لا لا انا مش هفتح باب الشقه. عارفه يعني ايه؟ لاي حد خالص. حتى لو اختك جت قالت لك وريني حاجه. انا معرفش. انا مش موجود. معرفش محمود. ايوه انا مش موجود. تعيش لحد ما حدش يشوفه خالص. ماشي. ما تقلقش. ما تقلقش. يا محمد مختار باشا. بس الراجل اللي انت تعرفه ده يعني واثق فيه. ايوه مضبوط. اهم حاجه في الشغلانه دي يكون حد مضبوط. أيوة. زي المختار باشا كده. أيوة. ويتقي ربنا. ايوه صح. اهم حاجه جنب يتقي ربنا. ايوه اهم حاجه في الشغلانه دي اللي يتقي ربنا. ايوه الله يرحمك يا بابا. طب تعالى بقى نخبي الحاجات دي. يلا العيش انا هخبيهم. تعالى يلا يلا. ماما انا عايزاك تيجي يا ماما. انا مش مصدقه يا امنيه ان بابا انا يعمل كده. مش مستحيل. بصي انا ولا سمعت حاجه ولا شفت حاجه عشان انا مش مصدقه ان بابا يعمل كده ابدا. مستحيل يعمل كده يا امنيه. بقولك يا امنيه الازمه رجعت تاني ولا ايه؟ ايوه يا ياسر يا امنيه. ايوه يا ماما انا اول ما سمعت الكلام ده عن جد يا ماما حاسه ان انا اتخنقت تاني يا ماما وتعبت تاني يا ماما. انا مش مصدقه هو فعلا جده بيعمل كده وبيبيع الحاجات دي عشان يموت الناس. لا 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 جده ما بيعملش كده يا امنيه. انت عارفه لو الناس كلها جت حلفت لي وقالت لي ان ابوكي بيعمل كده اقول لهم لا مستحيل مش هصدق يا امنيه. مستحيل بابا يعمل كده. مستحيل. تعالي تعالي اديكي الدواء يا حبيبتي. تعالي طيب هنخبيهم فين يا محمود؟ قول لي. انا مش عارفه نخبيهم فين. عايز اقول لك على حاجه. ايه؟ بص. لازم نحطهم في مكان امن. ارفعي معايا ارفعي معايا ده. ايه محمود انا حامل ما اقدرش اشيل حاجه تقيله. ارفعي بقول لك حامل مين ارفعي. ما اقدرش يا محمود. ارفعي يا ستي. لازم نعيش بامان. محمود ما اقدرش. اه يا محمود يلا بسرعه. انت اللي حاطه تحت السرير ده كله. انا هدوم الشتا يا محمود. الشتا؟ ايوه بسرعه انا بطني هتوجعني بسرعه. مش متحمله يا محمود. ثواني لازم مكان محدش يعرفها. يا شباب بسرعة يا محمود. ستي اهدي. محمود
نامي على السرير دوت ما تقوميش خالص حرفيا ايه بسرعة طب نزل سيبي وجعتني بطني وجعتني ماشي عادي هقول لك على حاجة نعم هاخد بعض دلوقتي روح هتشوف المشتري اللي قلت لك عليه دوت ها ماشي ماشي مش على السرير ها معايا على تليفون ماشي ما تقوميش ماشي مطمني عليك وخلي بالك بس وانت ماشي وتربس عليا باب الشقة عشان باب حق انا مش موجودة في البيت ومش هفتح باب الشقة لحد الله ينور عليك ماشي توكلت عليك يا رب